بيوتي باي كان أكثر قناة فيها مشتركين لعشر سنين ومنزل فوق 4600 وشوية فيديوهات لحد ما إجا مستر وحش عجد. المشكلة إنه قناته فاتها 111 مليون وأبو فلة بيجيب أكثر مشاهدة. المركز الثاني عنا سيء. قبل ما يجي أبو فلة كان هو النمبر 1 بالجيمينج بالشرق الأوسط بمجموع 7300 وشوية فيديوهات. عم يفكر حاله بيوتيوبرز لايف 2 اللي حد نزل فاتها كثير فيديوهات زي سيد وتعيش حياة اليوتيوبر. شوفها بأول تعليق. المركز الأول عنا روين فيدا برا. هذا بخلي الذكاء الاصطناعي عبد عند اللي خلفه والمونتاج والتنزيل والصورة وكل إشي على الذكاء الاصطناعي. الله يعطيه العافية منزل 2,026,000 فيديو كلهم للذكاء الاصطناعي لأنهم كانوا أكثر يوتيوبرز. هم سألت نفسك إيش قد راح تقدر تبقى عايش على بقية الكواكب؟ تعالوا خلي أسولف لكم. على كوكب عطارد راح تقدر تعيش لمدة دقيقتين بس، لأن جهة الكوكب اللي بوجه الشمس حارة جدا والجهة الثانية باردة جدا، فلازم تعيش بالخط اللي بيناتهن، وهم راح تموت بسبب الاختناق ونقص الأكسجين. كلنا نعرف المهمة الغثيثة ذي في جراند سان أندرياس اللي تكون أنت وبيج سموك قاعدين تلحقوا هذا القطار، وإذا خسرت بيج سموك راح يقول لك هذه الجملة. وفي لعبة سايبر بانك إذا رحت نهاية سكة القطار في التريلر بارك راح تلاقي جثتين لشخصين، واحدة اسمها ليتل سموك واحدة اسمها جي سي، وإذا شفت المحادثة اللي بينهم راح تلاقيه نهاية المحادثة يقول نفس الجملة اللي في سان أندرياس. كلنا نعرف المهمة الشاب اللي قدامك ده صديقي قرر يفتح بث مباشر كل يوم ويصور كل تفاصيل حياته، لكنه في النهاية حصلت له حاجة هتصدمك حرفيا. شاب عبقري في البرمجة اسمه جاستن كان. جاستن كان نفسه يبقى مشهور جدا، فجات له فكرة انه يصمم موقع للبث المباشر ويفضل فتح لايف ال 24 ساعة. وبالفعل يا صديقي جاستن حط الكاميرا على راسه وبدأ البث المباشر، وكان بيصور اليوم بتاعه كله، حتى وهو داخل ينام كان بيحط الكاميرا قصاده ويكمل البث عادي. بعد مدة قصيرة ملايين الأشخاص بقوا بيتفرجوا على البث بتاعه وبقى مشهور جدا، وتم استضافته في كتير من البرامج التلفزيونية. لكن مع الوقت بدأ يلاحظ إن في ناس بتمشي وراه على طول. بعدها بكام يوم لقى الشرطة اقتحمت بيته، وفي الآخر طلع بلاغ كاذب من أحد المتابعين، فعرف إنه فعلا بقى في خطر وقرر يوقف البث علشان يلاقي شركة عالمية بتكلمه وتعرض عليه إنها تشتري الموقع منه بـ1,000,000,000 دولار. جاستن ما صدقش نفسه ووافق فورا وبس كده. شاب اللي قدامك ده من حوالي 100 عام بريطانيا أرسلت جاسوس لمكة، والجاسوس ده اسمه كارنر، تظاهر بالإسلام وتعلم اللغة العربية بالمغرب، ومن هناك انطلق لمصر كحج مغربي، ومنها ركب سفينة للمدينة المنورة وبعدها لمكة، واستغل وقت الفجر ودخل الكعبة وأخذ قطعة صغيرة من الحجر الأسود بحجم حبة الحمص وذهب لجدة أعطاها للسفير البريطاني. طب بريطانيا عملت كده ليه؟ بريطانيا كانت عايزة تبطل وتكذب كلام سيدنا محمد، وان الحجر الاسود مش من السماء ولا من الجنة، وان هو حجر بازلت عادي، لكنهم اكتشفوا العكس، وان الحجر فريد من نوعه ومش موجود زيه اساسا. ويقال كمان ان هم اكتشفوا ان الحجر زي الفلاشة بيسجل اسم كل شخص يزور الحرم، وده من خلال اشعة بتخرج من الحجر في كل الاتجاهات، والشعاع الواحد ممكن يخترق 10,000 رجل. المهم ان كرر اسلم من بعدها وتاب والف كتاب اسمه رحلة الى مكة. من حوالي تعرف أن كوريا الشمالية أخبرت شعبها أن رئيسهم أحرز 300 هدف في أول مرة يلعب فيها البولينج، وأحرز 11 كرة في مرة واحدة في أول مرة يلعب فيها الجولف. أشياء صادمة عن كوريا الشمالية: يتم قطع الكهرباء في كوريا الشمالية ليلا وتعمل فقط لبضع ساعات في اليوم للمنازل التي تصلها الكهرباء. إذا مات الرئيس الحالي فسيظل الرئيس الأبدي لكوريا الشمالية. لا تلزم كوريا الشمالية شعبها بدفع الضرائب وتوفر لهم رعاية صحية مجانية. وإذا كنت ترغب في استكشاف كوريا الشمالية أو أي مكان في العالم حتى لدرجة أنك يمكنك رؤية بيتك من الرابط الموجود في أول تعليق. دعوني. في لعبة GTA 3 في شيء ممكن كثير منا ما يعرفه: إذا أطلقت على القمر بالسنايبر في لعبة GTA 3 هذا اللي راح يصير.
جي تي اي 3 في إشاعات وتسريبات كتير. ريكري are you shaving your head؟ العصبية دي حقائق ونظريات. God of War عند إنهائك الجزء الأول من God of War واستلامك عرش آريس بعد القضاء عليه، هناك تمثال إذا قمت بتحطيمه سوف يظهر لك رقم هاتف، وهذا الرقم سوف يأخذك لبريد صوتي مسجل بين كريتوس ومطور اللعبة، ويدور شجار بينهم ينتهي بموت المطور. حقائق ونظريات.